الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خير ما نفتتح به حفلنا المبارك تلاوة معطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الأستاذ محمد الطيار، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أنفاسكم وجعل هذه التلاوة العاطرة في ميزان أعمالكم. سلام، سلام على العراق، سلام على العراق وأرضه وسمائه، سلام على رجاله، نسائه، شيوخه وأطفاله، سلام على مقدساته، مساجده وكنائسه، سلام على عراق الحضارة بماضيه وحاضره ومستقبله، سلام على كل المضحين في سبيله، سلام على جيشه وحشده، سلام على جرحاه وشهدائه، سلام على دموع المودعين وقلوب المشتاقين وأرواح التائقين إلى اللحاق. سلام عليكم بما صبرتم واحتسبتم وضحيتم، وسلام عليهم يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون مع الحسين وأصحابه في أعلى عليين. فقرتنا التالية وقفة إجلال وإكبار واعتزاز بالعراق وشهدائه، أدعوكم فيها للوقوف من أجل قراءة سورة الفاتحة واستماع النشيد الوطني وأنشودة الإباء.
نبقى الآن وكلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يلقيها على مسامعنا سماحة السيد عدنان جلوخان، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا دائما مع بقائه ووجوده، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله. سادة العلماء، الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلمتي بقول لأبي عبد الله الحسين يوم عاشوراء حينما كان يخطب بالقوم وينصحهم، من جملة ما جاء من كلامه الشريف يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. إذن إمامنا أبو عبد الله يعلمنا كيف نعيش أعزاء، ولا نخنع ولا نذل. وكما ورد عن لسان الشاعر يقول: وإياك أن تشري الحياة بذلة، هي الموت والموت المريح وجود، وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. أيها الأحبة، هناك ترابط بين العلم وبين الشهادة، وورد في الحديث: مداد العلماء أكبر من مداد الشهداء. فالظاهر أن هناك ترابط بين العلم وبين الشهادة. وما هذا المهرجان الذي تقيمه كلية الدراسات الإنسانية الجامعة؟ إنما هو مصداق لهذه العلاقة وهذا الترابط. وحينما نتأمل في شعار فرقة العباس نجد الإصبعين أحدهما يشير إلى القلم الذي هو رمز للعلم، والآخر يشير إلى السلاح الذي هو رمز للقتال. فبين السلاح وبين العلم يكون النصر إن شاء الله. ولا يمكن لكل إنسان أن يخوض مضماراً من المضامير إلا عن علم ودراية. وأحد مصاديق هذا العلم هو العلم بما يؤول إليه مصير الذي يقتل في سبيل الله. وإلا كيف يمكن للإنسان أن يقدم أغلى شيء عنده وهو الروح؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فلا يمكن للإنسان أن يقدم أغلى شيء عنده إلا عن علم ودراية. لذلك نرى في يوم عاشوراء أحد هؤلاء الأبطال العالمين العارفين، وهو القاسم بن الحسن، حينما يسأل عمه الحسين
بعد أن يبين أبو عبد الله منزلة ومكانة الشهداء معه ويريهم منازلهم في الجنان، يقول: عم أبا عبد الله، أنا مع الشهداء. وهو في سن 13، ونحن نعرف أن هذا السن سن مراهقة، قد يقوم الإنسان في هذا السن بإبداء الحركات التي تجلب له الانتباه، مو عن دراية، سن مراهقة كما هو معروف. لكن هذا الشاب لم يكن مراهقاً كالمراهقين وشاباً كالشباب، إنما هو سليل الإمامة، تربية العترة النبوية الشريفة، ربيب أبي عبد الله الحسين. حينما يسأل يقول: عم أبا عبد الله، أنا مع الشهداء. فالإمام سلام الله عليه يسأله عن نظرته للموت، هل هي عن دراية، عن علم أو لا؟ اندفاع الشباب ودفاع عن عم عزيز كريم قد رباه، وهو يرد له الفضل بأن يقتل معه، بمعنى أن تأخذه العصبية القبلية كما تأخذ بعض الناس حينما تحدث مشاجرة بين هذه القبيلة وهذه القبيلة، فيخرج سلاحه لا عن علم ولا عن دراية، ويقاتل ويدافع، بالنتيجة يدافع ممكن عن الباطل. فحينما يسأله أبو عبد الله: بني قاسم، كيف ترى الموت؟ لم يقل له: الموت عندي أحلى من العسل. إنما لاحظوا العالم العارف يقول: عم أبا عبد الله، معك أحلى من العسل. إذن معك يعني في سبيل الله، أنت حجة الله على الأرض على الناس، وأنت حامل الرسالة، وأنت حامل القرآن، أنت القرآن الناطق. فحينما أموت في سبيل الله وتحت رايتك، يكون ذلك عندي أحلى من العسل. فهؤلاء المؤمنون شيباً شباباً الذين وقفوا على سوح الوغى وقاتلوا واستشهدوا وجرحوا وفقدوا أعضاء من أجسادهم الطاهرة، نحن مدينون لهم كثيراً. وهؤلاء لم يذهبوا إلا عن معرفة ودراية. حينما كنا نسأل قبل صدور الفتوى من المرجعية الرشيدة العظيمة التي نعيش بظلها وأدامها الله على المؤمنين، كان يأتي الجندي يقول: سيدنا، إذا أنا مت هل أعتبر شهيد؟ فتكون الإجابة عمومية من منظار أن من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا، مات مغفورا له، من هذا المضمار، من هذا الجانب. ولكن حينما صدرت الفتوى نتكلم بملء أفواهنا أن هذا القتل في سبيل الله أصبح له غطاء شرعيا، فالذي يقتل في ساحة المعركة يقتل شهيدا. فإذا صدق عليه هذا العنوان، إذن ما أعظم هؤلاء، وأي كرامة لهؤلاء من الله ورسوله وأهل البيت. الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو أعطى أثمن شيء عنده في سبيل الله، جاد بروحه، والله أكرم الأكرمين، يعطيه أضعافاً مضاعفة مما قدم هذا الإنسان. فإذن هذه الكرامة وهذا الفضل في أعناقنا يحملنا مسؤوليتين أيها الأحبة. المسؤولية الأولى هو
أن نكرم عوائل الشهداء، أن نكرم من تركهم هؤلاء وراحوا إلى جنان الخلد. الواقع هذا التكريم ليس للشهيد، تكريم الشهيد من الله تعالى، إنما هذا هو جزء يسير مما نقوم به تجاه هذا العطاء. والمسؤولية الأخرى أمام أيتامهم. تعرفون أيها الأحبة، اليتيم حينما يتوفى أبوه، القرآن، السماء، القرآن، الإسلام يحمل المسلمين مسؤولية كبرى بالاهتمام باليتيم والحفاظ على أمواله. وأما اليتيم فلا تقهر، ويحذر من أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن مسؤوليتنا أمام هؤلاء كأيتام، ومسؤولية أخرى هي أنهم أبناء الشهداء الذين ضحوا من أجلي وأجلكم، وبفضل دمائهم وأرواحهم نجلس هذه الجلسة في هذه القاعة، فلولا وقوفهم لا يكون لنا الإمكانية في أن نمشي بسلاسة وسهولة، وأن نجتمع وأن نزور وأن نعقد المؤتمرات، وإلا لكان الدواعش والتكفيريون على أطراف مدننا. فمن المروءة أن نستذكر هؤلاء في كل لحظة في كل وقت، وندعو لهم وندعو لجرحانا وندعو لأبطالنا الرابضين على سوح الوغى في تلك الظروف الصعبة شتاء صيفا. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشافي ويعافي جرحانا إن شاء الله، وأن ينصر حشدنا الشعبي المقدس وقواتنا الأمنية البطلة نصرا عزيزا مؤزرا. وأقول لذوي الشهداء هنيئا لكم. الزوجة تستذكر أم وهب، وتستذكر النساء اللاتي فقدن أزواجهن في يوم عاشوراء، وأقول للأم أن تستذكر ليلى، أن تستذكر رملة حينما فقدوا أبناءهم يوم عاشوراء. وما هذه العزيمة والقوة والصلابة إلا من تلك المدرسة العاشورائية، من تلك الجامعة العظيمة التي أسسها وترأسها أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وها هم تلامذة تلك المدرسة، فهنيئا لكم أيها الأحبة، وسوف تقفون يوم القيامة تفتخرون بما قدمتم في سبيل الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. سيدنا عظم البلاء، عظم البلاء وبرح الخفاء، وانقطع الرجاء وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض. عظم البلاء وبرح الخفاء، وانقطع الرجاء وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض، إلا أن السماء لم تمنع، إلا أن السماء لم تمنع، بل نطقت على لسان المرجع السيد علي الحسيني السيستاني حينما أفتى بفتوى الجهاد الكفائي قائلاً على لسان ممثله: إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه
في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي. فسلام على ذلك الصوت السماوي الصادح بحب العراق والدفاع عن أهله ومقدساته. نبقى الآن وكلمة الأستاذ الدكتور محمد السراج، رئيس مؤسسة البر الرحيم للإغاثة والتنمية، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أصحاب السماحة والفضيلة والسيادة، عوائل الشهداء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بدءا أن أهنئكم والأمة الإسلامية بذكرى مولد إمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه السلام، الذي حظينا بشرف وجودنا قربه اليوم، بنفس الوقت الذي أبارك لكم فيه مهرجانكم المبارك هذا الذي يأتي تعبيرا عن الفخر بالانتصارات المتلاحقة التي يحققها أبطال الحشد الشعبي على زمر التكفير والإرهاب. فألف تحية لهم من خلالكم، وألف انحناء لأرواح شهدائنا الأبرار. لا شك في أن واحدة من التطورات الإيجابية الكبيرة والمهمة في مجال الأمن الوطني هي وجود الحشد الشعبي المقدس المواكب والمتضامن والمتواصل مع قواتنا المسلحة للتصدي إلى العصابات الإرهابية وتطهير العراق من البؤر التكفيرية. وحين نقول إن الحشد الشعبي المقدس يمثل تطوراً على هذا الطريق، فإننا ننطلق من جملة حقائق لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفالها أو التشويش عليها أو محاولة النيل منها، وذلك بالاتفاق على ما أكدته عن حضور وإنجازات وصمود أسطوري، حيث هب الملايين من الغيارة للتطوع ووقف خلفهم شعب كامل. فإن هذه المبادرة شكلت دفعاً معنوياً واختباراً لقدرة الشعب للانتصارات لنفسه، وانبرى أبناء الحشد لتصدير أروع البطولات التي يتفاخر بها التاريخ وأبهرت العالم وسجلت في صفحات الحرب الأنظف، وأثبتت القدرة العراقية على خوض حرب لم تعهدها الدول بحروب الشوارع. ولا شك أن العض المدينة الذي أسم في هذا التقدم وهذه الانتصارات المتلاحقة كان دور المرجعية المستمر في دعم وتوجيه الأبطال. لقد بات الحج الشعب المقدس الكفيل الوطني للذود عن الأرض والمقدسات والدفع بالإرهاب نحو الهاوية. فتوالت الانتصارات التي كان عمادها أبناء الحشد الذين يتصارعون مع الموت ويلاحقونه أينما هرولوا، فكانت ثأر لضحايا مجازر سبايكر وبادوش. أيها الأحبة في الله، قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، صدق الله العلي العظيم. وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. انطلاقا من إيماننا المطلق بضرورة رعاية الإنسان بشكل عام ورعاية الإنسان العراقي بشكل خاص، وتلبية لنداء المرجع الدين الأعلى سماحة السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارث، ونداء الإنسانية وشعورنا العالي بالمسؤولية تجاه من هم أسعد منا جميعا الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن وطنهم ومقدساتهم، لم يكن أمامنا سوى أن نقدم كل ما نستطيع من رعاية واهتمام لعوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين في الحشد الشعب المقدس بشكل خاص وضحايا الإرهاب بشكل عام. لذلك انبرى الوطنيون من أبناء الشعب العراقي الغيارة بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية والمهنية في 15 من شعبان 1437 هجرية الموافق 23 من شهر آيار للعام 2016 ميلادية، ليعلنوا بكل شفافية
عن تأسيس مؤسسة البر الرحيم للإغاثة والتنمية المنبثقة من تجمع إغاثة عوائل الحشد الشعبي كمكون مدني حر لا ينتمي إلى أي جهة سياسية أو حزبية، حيث ولدت هذه المؤسسة من رحم الإنسانية والفكر المؤمن بالعيش بكرامة بعيدة عن الذل والمهانة. تقوم المؤسسة بدعم الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية والمعيشية للفئات المتضررة من أبناء المجتمع العراقي من خلال تنفيذ برامج صحية وقانونية وخدمية وتنموية وثقافية وتربوية، أملاً في المساهمة في النهوض بالمجتمع العراقي إلى المستوى المرموق والمساهمة بإعادة بنائه من جديد بعد مروره بظروف صعبة جداً جراء العمليات العسكرية والعنف الطائفي وغيرها من الأحداث التعسفية التي اجتاحت بلدنا العزيز. وأود أن أستثمر هذه المناسبة لأسلط الضوء على مرحلة مهمة وهي مرحلة ما بعد داعش، حيث تكتسب أهمية كبيرة على مستقبل العراق واستقراره. وهنا لن أتحدث عن الجوانب الأمنية والعسكرية فهي متروكة لذوي الاختصاصات، لكني سأتحدث عن من جعل الانتصار على داعش ممكناً وأصبح واقعاً ونقطف ثماره. نتكلم عن المقاتلين الأبطال من أبناء حشدنا الشعبي المقدس والدماء الزاكيات التي قدمت تلبية لنداء المرجعية الرشيدة دفاعاً عن بلد المقدسات. وأود التوضيح هنا إن اقتصار حديثي عن الحشد لا يعني تجاهل أو إنكار الأدوار الكبيرة لبقية قواتنا الأمنية من جيش وشرطة وجهاز ومكافحة الإرهاب، وإنما لطبيعة الإنشاء والتكوين لحشدنا المقدس. ووفقاً لإحصائيات هيئة الحشد الشعبي وهناك تقريباً 150 ألف مقاتل وأكثر من 8000 شهيد وعدد أكبر من الجرحى والمعوقين، كما يمكن ملاحظة أن النسبة الأعظم منهم هم من العوائل الفقيرة، بل ربما تكون تحت خط الفقر، وأن بعض العوائل قدمت أكثر من شهيد أو جريح. وبعد انتهاء المعركة وتحقيق النص المؤزر ويحتفل المحتفلون علينا أن لا ننسى من صنعاء في تلك اللحظات، وبعد انتهاء ضجيج المعارك فإن الأم الفاقدة لن تجد ابنها بين المحتفلين، وزوجة الشهيد لن يعود لها زوجها كالأخريات، أما الأبناء لن يكونوا حينها بصحبة آبائهم يحتفلون. أنا أدرك الآن وأقدر حجم المشاعر في قلوبكم، ولكن هذه الحقيقة يجب أبداً أن لا نغفل عنها إذا أردنا الانتصار أن يدوم، وأن التضحيات التي قدمت بسخاء لن تذهب سدى. إن واجب الدولة، ولا أعني الحكومة فقط، أن تتبنى وبقوة وإصرار وفق برنامج حكومي خطة لتلبيات احتياجات ومتطلبات المضحين من الشهداء والمقاتلين وعوائلهم. أولى تلك المهام هي إعادة تأهيل الأطفال وعوائل الشهداء والمقاتلين نفسياً واجتماعياً، وتوفير وسائل الدعم الاجتماعي بمختلف أصنافه. وبهذا الصدد يمكن التعاون بين وزارات التعليم العالي والتربية والشباب والصحة والثقافة والمنظمات غير الحكومية. إن الجهود التي تقدمها المنظمات الخيرية مشكورة مهمة وكبيرة، ولكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن جهود الدولة، خصوصاً مع عظم المهمة وخطورتها. إن تجاهل هذه المهمة، وهو للأسف حدث غالباً في الماضي والحاضر على الأقل، ستكون له نتائج وخيمة على مستقبل العراق والنصر الذي تحقق. إن المؤشرات المرتفعة لتعاطي المخدرات وإساءة استعمال الأدوية الذي سجل في العراق وخصوصاً في المناطق الجنوبية مؤشر حقيقي على فقدان هذا النوع من الخدمات التي يجب تقديمها للشباب والأطفال لحمايتهم من تلك الآفات. أما فيما يخص المقاتلين فإن من الضروري تعاون وزارات التعليم العالي والعمل والصناعة في تقديم برامج تدريبية لهؤلاء المقاتلين تساعدهم في تطوير مهاراتهم الحياتية من جديد غير حياة القتال التي كانوا يعيشونها، وهذه المهارات يمكن أن تساعدهم في إيجاد فرص عمل كريمة لهم، ويمكن اتباع نفس الأسلوب السابق بمنحهم أما مكافآت أو قروض بدون فوائد تستخدم حصراً في إنشاء شركات مساهمة. إن الحشد والوطن أضحياء ثنائية متلازمة للبقاء، ما نعني إن وجود الحشد المقدس يعني وجود وطن، إنه صمام أمان للحفاظ على سيادة البلد ومنع تفككه.
اللسان يعجز، والمعاني تشح أمام من كتب بالدماء حقيقة الولاء وروعة الإباء. لقد قدر الشعب فيهم روح الإخلاص والتفاني حب الشهادة، فهنيئاً لكل الشهداء الذين ارتفعوا أعلاماً في سوح المعارك الجهادية من أجل حماية العراق والعراقيين، وهنيئاً لهم ولنا ما حققوه من انتصارات بدمائهم الزكية، هنيئاً لمن كانوا امتداداً لشهادة الإمام الحسين عليه السلام. ختاماً نوجه شكرنا وامتناننا باسم المؤسسة، والشكر الأول للعتب العباسي المقدسة وكلية الدراسات الإنسانية الجامعة لرعايتهما لهذا الحفل المبارك، كما أشكر كل من ساهم في دعم ومساعدة عوائل شهداء وجرحى ومقاتلي الحشد الشعب المقدس، والشكر والامتنان للأخوة في مؤسسة البر الرحيم للإغاثة والتنمية فرع النجف، ونخص بالذكر جناب السيد إحسان الأسدي وأعضاء مجلس إدارة الفرع في محافظة النجف الأشرف، وللجنة التي أشرفت على هذا الحفل المبارك، وتقبل الله أعمالهم وأعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا التالية مع فرقة العباس عليه السلام القتالية يلقيها الشيخ الأستاذ ميثم الزيدي المشرف العام للفرقة، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم جميعاً مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بدءاً أود تقديم آيات التقدير والشكر والثناء إلى العتبة العباسية المقدسة وإلى قسم التربية والتعليم العالي، هذا القسم الذي يشرف على المشروع التربوي والتعليمي في العتبة العباسية المقدسة، والذي يشرف عليه ثلة من الأساتذة الأكاديميين الأدباء، والذين نرى بصمتهم واضحة في كل مفصل من مفاصل التعليم والتربية في العتبة، وما شعار مؤتمرنا هذا وحفلنا هذا إلا لمسة أدبية من لمسات هذا القسم المبارك. حقيقة مدادنا يعبق من فيض دمائكم، وما أحلى هذا الشعار. كما أود تقديم الشكر والاعتزاز إلى السيد العميد الدكتور الموسوي وفريقه المبارك على هذا الحفل الذي يبين أن إخوتنا في الجامعات متواصلون مع المشروع الجهادي، ولم ينسوا الشهداء، ولم ينسوا القوات المقاتلة، ومشروعنا المبارك فرقة العباس القتالية بذرة مباركة من هذه العتبة المباركة، شكلت من خلال وكيل المرجعية العليا في النجف الأشرف سماحة السيد الصافي، تلبية لنداء المرجعية المباركة في النجف الأشرف. نحن نتشرف أن نكون ممثلين للأمانة العامة للعتبة العباسية في تلبية نداء المرجعية المباركة في الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات. هذه الفرقة قامت بالعديد من جولات القتال مع العدو والدفاع عن البلد الكريم في أكثر من مكان، ولا زالت تقاتل، حيث اليوم أبطالنا يستعدون لملحمة أخرى في الموصل، وإن شاء الله تسمعون عنها في القريب العاجل وحسب توجيهات القوات الأمنية. طبعاً المرحلة القادمة إن شاء الله سوف تشهد حسم الساحل الأيمن والتوجه إلى العزيزة تلعفر، والتي نأمل أن تحرر قبل عيد شهر رمضان المبارك بحول الله وقوته. الحشد الشعبي، هذا الحشد المبارك الذي هو نفثة مباركة من نفثات المرجعية العليا في النجف الأشرف،
هذه المرجعية المباركة التي حفظت ليس فقط المقدسات والبلد، وإنما حفظت للإنسانية إنسانيتها، مرجعيتنا المباركة. نتشرف بأن نقول أنها حفظت ماء وجه الإنسانية، ولولا فتوى المرجعية المباركة وجهود المتطوعين العراقيين لشهد العالم، أو لاضطرت الدول المجاورة لنا أن تقاتل داعش داخل أراضيها، ولشهد العالم أجمع أن هنالك إرهاباً متمثلاً بدولة، فالعراق متفضل على كل دول المنطقة بل ودول العالم، لأن هذا الإرهاب كان يستهدف إنسانية العالم. وما التفجيرات التي حصلت في مختلف الدول العربية والأوروبية والغربية وغيرها إلا دليل على أن هذا الإرهاب كان يستهدف الأمة أجمع، ولكنه اشتبه عندما بدأ في العراق، ولم يلتفت أن في العراق مرجعية مباركة مراقبة للوضع ومدافعة عن حما هذا البلد الكريم. إن شاء الله نحن الآن في طور إعداد مسودة إعادة تنظيم وترتيب هيئة الحشد الشعبي قياساً أو بالنظر للقانون، قانون 41 الذي صدر من البرلمان العراقي، والذي ينظم الوضع القانوني لهذا الحشد المبارك. ونحن حريصون أن يمضي هذا الحشد وفق المبادئ التي أسس من أجلها، وأن لا يتلوث بالدخول في الجانب السياسي. إن شاء الله الحشد لن يدخل في الانتخابات، ومن يريد أن يدخل في الانتخابات فهو يمثل نفسه لا يمثل الحشد إطلاقاً، لأن القانون يمنع دخول الحشد في الجانب السياسي والجانب الانتخابات. إن شاء الله شهداؤنا لا ننساهم ولن ننساهم، لهم علينا فضل كبير أنهم قدموا أقصى غاية الجود، وهو الجود بالنفس من أجل الدفاع عن حياض هذا البلد الكريم وهذا الترب الغالي. إن شاء الله الله يوفقنا أن نؤدي ولو جزءاً يسيراً من حقوقهم علينا، كذلك جرحانا، آلام جرحانا في قلوبنا وفي أرواحنا، هؤلاء الجرحى الذين فقدوا أجزاء من أجسامهم في سبيل الدفاع عن هذا البلد الكريم. أنا أحب أطمئن الحضور جميعاً أن العمليات العسكرية تسير بوتيرة ممتازة وجيدة. إن شاء الله انتصاراتنا سريعة، وعن قريب بحول الله يتم حسم ملف الموصل، ولكن علينا أخذ الحيطة والحذر إلى ما بعد ذلك. وإن شاء الله بوجود المرجعية المباركة إن شاء الله وجهود العراقيين، العراق إن شاء الله يبقى آمناً وسالماً. أكرر شكري وتقديري وثنائي إلى هذه الكلية المباركة، كلية الدراسات الإنسانية، التي من المؤمل انتقال اسمها إلى الكفيل، لتتكفل إن شاء الله بهذه المسيرة العلمية المباركة، وإلى المؤسسات الخيرية، مؤسسة البر الرحيم وكذلك مؤسسة الحين، التي لم تنسى أيتام الحشد المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم وبارك الله بجهودكم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانياً غفر الله لكم. الثالثة وفاءً لدماء شهدائنا الأبرار بأعلى أصواتكم.
قطفوا الزهرة قالت، قطفوا الزهرة قالت من ورائي برعم سوف يثور، قطفوا الزهرة فقالت من ورائي برعم سوف يثور، قطعوا البرعم قالت غيره ينبض في رحم الجذور، قلعوا الجذر من التربة قالت إنني من أجل هذا اليوم خبأت البذور، كامن ثأري في أعماق الثرى وغدا سوف يرى كل الورى، كيف تأتي صرخة الميلاد من صمت القبور، تبرد الشمس تبرد الشمس ولا تبرد ثارات الزهور، نعم فدماؤهم الطاهرة ستظل نابضة بالحياة ثائرة كالبركان حتى يأذن الله عز وجل لوليه، حتى يأذن الله عز وجل لوليه ويمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. وقفتنا التالية مع كلمة السيد صفاء الموسوي، الأستاذ الدكتور صفاء الموسوي عميد كلية الدراسات الإنسانية، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد ممثل الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، سادة أصحاب السماحة والفضيلة، الحضور الكريم مع حفظ المقامات والرتب، أبنائنا أحبائنا أعزائنا عوائل شهداء الحشد الشعبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي رزقنا اليوم لنجتمع تحت راية المولى المقدس أبي الفضل العباس عليه السلام لكي نكرم شهداءنا الأبرار وحشدنا المقدس الذي جسد الحق بالفعل لقول الحق على لسان مرجعيتنا الرشيدة في فتوى الجهاد الكفائي لسماحة المرجع الديني المقدس سماحة السيد علي السيستاني دام ظله الوارث. إن هذا التكريم ما هو إلا شيء بسيط إذا ما قرن بالتضحيات التي بذلها حشدنا الشعبي المقدس وقواتنا الأمنية البطلة بالغالي والنفيس وجادوا بالنفس قبل المال، فكان فعلا مجسدا للفتوى المقدسة وكان فعلا امتدادا للتضحيات شهداء أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في الدفاع عن الدين وعن منهج الحق منهج أهل البيت الأطهار عليهم السلام. ونحن في كلية الدراسات الإنسانية الجامعة وتجسيدا لتوجيهات العتبة العباسية المقدسة ممثلة بالمتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دام عزه حاولنا أن نقدم شيئاً بسيط الكلمة والمال والدم لكي نشارك شهداؤنا وحشدنا في جزء بسيط من التضحية، وأن نقف لكي نستذكر تضحيات الشهداء وأن نكرم عوائلهم، وهو شيء بسيط جداً يستحقونه من التكريم وإجلال واحترام مما يليق بهم. وإننا إذ نقدم هذا الشيء البسيط نعاهد مرجعيتنا الرشيدة وحشدنا المقدس إننا سوف نكون مشاريع للتضحية والفداء، وأن نجسد شعار مهرجاننا بأن نجعل مداد أقلامنا امتداداً لدمائهم الزكية الطاهرة، وأن يجدوا عبق الدم الطاهر في سماء وطننا الحبيب لكي يرسم الأمل للمستقبل للأجيال القادمة التي سوف يزهر مستقبلها بفضل تضحيات أبناء الحشد الشعبي المقدس وقواتنا الأمنية البطلة. إن جهود كليتنا في هذا المهرجان ما كان لها أن تنجح لو أو أن تثمر لولا جهود أخواننا في وأحبتنا في فرقة العباس البطلة ومؤسسة البر الرحيم فرع النجف الأشرف ومؤسسة العين ومؤسسة الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي الوطنية،
فلهم منا كل الحب والاحترام والتقدير، كما أود أن أقول لشهدائنا ولعوائل شهدائنا الأبرار إن تضحيات أبنائكم هي التي جعلتنا نقف الآن في هذا اليوم في هذا المكان وننعم بالأمان والاطمئنان والسلام، فكل ما لدينا هو ثمن لدماء وتضحيات أبنائكم، ولسنا نحن الذين نكرمكم أو نكرم أبنائكم، إن كرمكم أكرم إن أو نكرمكم فإنكم أكرم منا وأنتم أصحاب الفضل والكرم، وليس فوق كرمكم كرم، فلكم منا كل الحب والتقدير والاحترام والإجلال كما يليق بكم. وفي ختام كلمتي هذه أود أن أشكر الحضور الكريم كافة، وأخص بالذكر عوائل الشهداء الأبرار والقائمين على هذا العمل، وأسأل الله أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، إنه السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله لخدمة عوائل الشهداء الأبرار. كان برايهم راياتنا تطيح، كان برايهم راياتنا تطيح، ونهار الغيرة يطلع طافي ضية، ما يدرون سرفنا الشواجير وتحركنا بأتم الجاهزية. خضر جيش من بيبان البيوت وصبغنا هالشوارع عسكرية، هجوم أمرلي موجودة الشمس بيه وانطتنا بضواها الأولوية، من شافتنا صاحت للقمر روح راح ابقى ويا ولد المرجعية. نقشنا وجوهنا بجرف النصر خاف، نقشنا وجوهنا بجرف النصر خاف، بعد يومين واحد الدنية ركضنا على الرصاص الجاي حفاي وتنافسنا على صواب المنية، نقل للما مصوب حتى نرضيه اصبر بلكة تتحصل شضية، نقل للما مصوب حتى نرضيه اصبر بلكة تتحصل شضية، تيه بينا ملك الموت من شاف جند من الحشد كاولمية. سأل قال لنا هذا الجندي عباس، اشتبه عبالة هاي الغاضرية، ودينا الإذا من يمك يروح 10 سنين فوقك يبقى فيا، ودينا الطلع من يمها عريس لا دمع ولا أرضة لهية، بيد السمرة من جرح حبل الإطلاق شمت حنة تيد المدفعية. عراقي وما تفرز ندير تمنين، عراقي وما تفرز ندير تمنين، طلع من بيتهم ناس الهوية على وجه مجامح على وجه ملامح جور الأيام، بس ما بي ملامح طائفية، ما يوقع مثل قصة سليمان، إذا يوقع تلزم البندقية، شلقى نيوتن من التفاح للطيح، قحط تفاح تلطاحت قضية، من أشوف الحشد وقت الفزع من راح لخوته يعيد فهم الجاذبية، من أشوف الحشد وقت الفزع من راح لخوته يعيد فهم الجاذبية. فائق الشعور بالخجل والتقصير أمام ما قدمتموه، كلنا اعتراف، نحن كلية الدراسات الإنسانية بطلبتها وأساتذتها، كلنا اعتراف بالتقصير والخجل أمام ما قدمتموه يا عوائل الشهداء الأبرار، لكن قول الإمام علي عليه السلام سلوتنا إذ يقول لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أشد منه. نبتدئ على بركة الله بتكريم عوائل الشهداء، وأدعو إلى المنصة من أجل بدء التكريم.
السيد عدنان الموسوي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أسماء شهداء مؤسسة البر الرحيم: عائلة الشهيد شاكر نور، عائلة الشهيد شاكر نور، تفضل، عائلة الشهيد راشد الحسيني، عائلة الشهيد عبد الحميد، وعائلة الشهيد أيوب مقطوف. عائلة الشهيد علاء حمزة، عائلة الشهيد أحمد عبد المنعم، عائلة الشهيد فلاح فاخر، عائلة الشهيد ضرغام عباس، عائلة الشهيد أياد محسن، عائلة الشهيد حيدر عبد زيد، عائلة الشهيد علي كاظم، عائلة الشهيد حسين إبراهيم، عائلة الشهيد فلاح حسن، عائلة الشهيد فلاح كريم حمد تالي. الشكر الجزيل إلى السيد عدنان الموسوي على تفضله، شكرا جزيلا. عائلة الشهيد فلاح حسن وعائلة الشهيد فلاح كريم حمد تالي. أدعو إلى المنصة الآن الدكتور محمد السراج، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. عائلة الشهيد فلاح كريم، عائلة الشهيد حسين هادي حوتان، عائلة الشهيد حسين هادي حوتان، عائلة الشهيد ميثم محمد الخالدي، عائلة الشهيد نافع صبيح جهادي، عائلة الشهيد نافع صبيح جهادي، عائلة الشهيد محسن عبد صيهود. عرفانا منا لدماء الشهداء والتضحيات التي قدمت من قبلهم،
ارتأت كلية الدراسات الإنسانية الجامعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة أن تقيم مهرجانا لتكريم عوائل الشهداء وأيتامهم، يكون فيه تكريم لعوائل الشهداء ولأطفالهم مواد عينية ومواد معنوية، إضافة إلى جمع الكثير من الدعم اللوجستي للمقاتلين من بدلات وأرزاق جافة وغيرها، إضافة لتبرع بالدم وفعاليات مسرحية وفعاليات شعرية، وبالاشتراك مع فرقة العباس القتالية مشكورين، وبالاشتراك مع مؤسستي العين ومؤسسة البر الرحيم. هذا كله يدور في فلك عرفان ولو 1%، ولو 1 بالألف لدماء ولدماء المقاتلين الشهداء. وهذه العوائل التي تراها الآن سيد العزيز، هذه العوائل ضحت بفلذات أكبادها، وقد يكون بعض العوائل عندهم شهيد أو شهيدين، فماذا نستطيع أن نقدم لهم؟ لا نستطيع أن نقدم لهم سوى أن نقول لهم شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا، لأننا لا نستطيع أن نجازيكم لا بالقول ولا بالفعل. اليوم حقيقة مؤسسة بر الرحيم لغاية التنمية دعت عوائلها اللي ترعاها، سواء كانت رعاية اجتماعية أو صحية أو مادية، وراح حقيقة نسلط الضوء على رسالة للدولة ومن ضمنها الحكومة على ما بعد داعش. ضروري أن يكون هناك برنامج، ومن ضمن الأولويات المقاتلين والجرحى والشهداء أن يكون هناك برنامج متكامل، وأن يكون من ضمن أولويات هذه البرامج هو الحياة الكريمة لهذه العوائل. تشرفنا اليوم بحضور هذا المهرجان الكريم الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة من خلال قسم التربية والتعليم في كلية الدراسات الإنسانية الجامعة التابعة لها في النجف الأشرف، وبالتعاون مع فرقة العباس وبعض المؤسسات الخيرية. الهدف من هذا المهرجان الكريم إشعار الشهداء وعوائلهم الأيتام أن كلياتنا لا تنسى دماءهم وتضحياتهم، حقيقة بادرة مهمة ومشرفة وتدعو للفخر والاعتزاز. عند صدور الفتوى المباركة التي أصدرها سماحة السيد المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، وهذه الفتوى التي حفظت العراق وحفظت مقدساته وحفظت شعبه، كان الشهيد طالب في كلية الدراسات الإنسانية الجامعة، لكن عندما سمع الفتوى أصر وأن يترك الدراسة ويلتحق بركب المجاهدين، و دخل عدة معارك منها في الضابطية ومنها في عزيز بلد وفي سامراء وأخيرا في منطقة سامراء مكيشيفة، كانت رصاصة الغدر الداعشية أصابت الشهيد، علما أنه كان في الكلية في المرحلة الثانية. ويوم استشهاده كنت أنا معه، وأخوه الثاني الذي تركه هو الآخر مقعد الدراسة وكان طالب في الصف السادس الإعدادي والتحق بركب المجاهدين، فكان وجودنا في قاطع واحد وفي موضع واحد، واستشهد الشهيد رحمة الله عليه وعلى كل أرواح الشهداء. كان ابني يعني كنت طموحة أني قاتل ويلبي لداء المرجعية، فيعني كل ما حاولت أن أمنع ما امتنع، قال يما أنا دربي درب الشهادة، وهو رغم عمره 17 سنة بعده يعني ضحى دم من أجل الوطن من أجل، قال يما أنتم شلون تصلون شلون خيرين أنا لا لبي نداء المرجعية. فراح يعني 5 أشهر من التحاقه بالمرجعية واستشهد بجبال مكحول.